يعني عن هذا التباهي أسألك، عن كيف يحدد مستقبل هذه الميليشيات التباهي بالاعتداء على المدنيين، مع أن حميدتي في آخر خطاب له، ربما آخر خطاب، دعا أنصاره إلى عدم توثيق ما يقومون به، ومع ذلك لازلنا نشهد مثل هذا. طبعا هذه كلها ترهات وأكاذيب يعني من قادة التمرد، وهذه الميليشيا ليست لديها أي مستقبل في السودان، هذه انكشفت تماما، هي مجرد أداة لهدم السودان وهدم المجتمع. فلذلك لا أحد يعني يأخذ ما يقوله أحمد ديما أخذ الجد، ولن يصدقه أحد مهما قيل ومهما صدر من بيانات، ومهما حاولت هذه الميليشيا ادعاء أنها تريد حماية المدينة. هذه كلها أكاذيب تطلقها الميليشيا، والواقع على الأرض يكذب ما تقول. أيضا هذه الميليشيا بلا مستقبل، من يتحالف معها أيضا بلا مستقبل، وهذا ظاهر الآن في ردة فعل المواطنين تجاه حتى القوى السياسية تنسيقية التقدم التي تتحالف الآن مع التمرد. هي الآن معزولة تماما عن المواطنين وعن الشعب السوداني، وهذا دليل واضح لأن كل من يرتكب هذه الجرائم أو يؤيد هذه الجرائم أو يتعاطف مع مرتكب هذه الجرائم مصيره هو العزل السياسي عن المجتمع، العزل الاجتماعي عن المجتمع، ولا يمكن لأي قوة سياسية أو حتى الميليشيا أن تتقدم مرة أخرى للشعب السوداني أو تحاول أن تتصالح مع الشعب السوداني. الجريمة لن تغتفر ولا يمكن أن تغتفر أبدا، فلذلك لا مستقبل لهذه الميليشيا، لا مستقبل لهذه الجرائم، وكل من ارتكب هذه الجرائم وكل من أيد هذه الجرائم لن يفلت من العقاب أبدا. وأنا أعتقد أن المرحلة المقبلة خاصة عندما تضع الحرب أوزار ستكون هي كيفية القصاص العادل وكيفية محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب هذه الجرائم وكل من أيد ارتكاب مثل هذه الجرائم.